روح لكابتن احمد. كابتن احمد يمكن لعبت اللعبه دي ازاي؟ هل انت كنت بتلعب تنس وبقى بتلعب سكواش؟ يعني كلمني عشان اكيد في ناس قاعده بتتفرج علينا وهتتعلم من تجربتك. هو انا لعيب تنس ومدرب تنس. ممتاز. كنت مدرب منتخب مصر التنس، ولعبت بالصدفه ناس اصحابي فتحوا ملاعب فكنت بجرب اللعبه من 5 6 سنين. والصراحه اللعبه بالنسبه لسني يعني فيزيكلي مش متطلبه مجهود جامد. مجهود زي التنس. كم سنه يا كابتن احمد؟ 39 ما شاء الله، بس يعني لسه برضه قادر تأدي طبعا، ولعبتها من 4 5 سنين، فانت لعبتها وانت عندك 34 سنه بالظبط مثلا. بالظبط. فاللعبه مسليه جدا وفيها تقدر تلعبها لسنين قدام عشان انت بتلعب في نص ملعب بس. نعم. لعبه لطيفه الصراحه. طيب ولما ابتديت يعني ايه اللي جاب رجلك؟ ما هو انا لعبتها مره عجبني. انت راجل مدرب منتخب مصر في التنس الطاولة، في التنس الارضي، وكنت لاعب ومدرب، فاذا انت ليك كارير ماشي فيه، فايه اللي شدك عشان تعمل شيفتنج تروح لا ده انا العب بقى هنا؟ ان البطولات بتاعتها كانت شيقه وقادر تلعب بطولات كتير، واللعبه جريت بسرعه قوي، والحمد لله اخدت الليد فيها بدري ان انا ابتديت اكسب كتير، وكنت ما بش قادر العب في التنس اكتر، قادر امرن بس. فالصراحه ركزت شويه واتمرنت على اللعبه، واللعبه يعني جه كان في اسبان الحمد لله كسبناهم. كان في بطوله قريب وشارك فيها عدد كبير جدا بالظبط. فشجعت الواحد انه يكمل في اللعبه. طيب قول لي يعني هل كل لاعب لعب تنس او لعب مثلا سكواش، يمكن هم اكتر لعبتين قريبين من بعض، يمكن تنس الطاوله بعيد شويه عنها، ولكن احنا بنتكلم على العاب اللي هم مزيج ما بينها، يقدر يلعب اللعبه دي؟ يعني اي واحد كان اكس مثلا بطل سكواش او بطل تنس، يقدر يلعب تاني ويرجع تاني يلعب اللعبه دي؟ مش شرط، عشان هي لعبه مختلفه تماما، هي رياضه مختلفه تماما لما تخش جواها. يعني انا في التنس بقالي اكتر من حاجه 20 سنه، بس هي رياضه مختلفه بقوانين مختلفه بوقفات مختلفه. التنس ممكن يقدر يلعب بس مش كل لعيبه التنس. يديك باك جراوند، انما يديك باك جراوند بس اللعبه لعبه مختلفه تماما. مختلف. تمام. مختلف. مختلف. طيب قول لي انت شايف اللعبه بتنتشر؟ انت بقى على مستوى اللعب انت بتلعب وشايف اللعبه بتنتشر انتشار رهيب رهيب، يعني النار في الهشيم فعلا. انا شايف كده. يعني انا عايز اقول لك انه يعني انا شايف من اكتر اللعبات اللي بتنتشر في العالم كله. مش في مصر بس. بس ده دليل انها لعبه شيقه فعلا. شيقه، ولعيبه كوره معتزله بره مصر فتحت ملاعب، زين الدين زيدان، ابراهيموفيتش. فاللعبه بتنتشر. يعني زين الدين زيدان لاعب كرة القدم ومدرب ريال مدريد الشهير ولاعب منتخب فرنسا وكابتن منتخب فرنسا، فتح ملاعب بدل وبيلعبها؟ بيلعب بدل في مدريد. ومين تاني؟ ابراهيموفيتش عنده ملاعب في السويد. انا في اخر بطولة كانت موجودة في رولان جاروس، في ملاعب رولان جاروس، عملوا بطولة بادل طبعا اللي هو اكبر ملعب تنس في العالم. احنا كنا هناك وكان معانا زيدان في المقصورة الرئيسية. لا فيها شغف غير طبيعي من كل لعيبة العالم، يعني في مشاهير جدا بالنسبة لهم شغف، يمكن زي ما قال كابتن احمد ان هو اللعبة دي سهل ممارستها بس صعب اتقانها.